السلام عليكم. بدل صباحكم كل خير. ارحب. هلا 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 يا هلا. يلا حيه. يلا حيه. يا هلا يا هلا. انتم ورد. جزاك الورد. يلا حيه يا حبيبي. يا هلا. يلا حيه مستريح. يا هلا. يلا حيه. يا هلا. جعل مبروك. الله مبروك يا فلاح. مرحبا. يا هلا. يلا حيه. يا هلا. مرحبا. يا مرحبا. يا هلا. يلا حيه. يلا حيه اسك. طيب يا هلا. يلا حيهم. يا هلا. يا هلا مرحبا. يلا حيهم. هلا ابو عويسي. يا هلا. ارحب 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 ارحب. يسعدك. طيب يلا حيه. شو اخباركم؟ عساكم طيبين. عساكم طيبين. شلونكم؟ هلا هلا. عادل عادل. يلا حيه. شموركم؟ عساكم طيبين. عادل. الله لا يهينكم. اول شيء اسعد الله صباحكم كل خير متابعين ومشاهدين على قناه الواقع في فقرتنا الليليه اللي هي اتفق واختلف. من هذا المنبر حاب ابارك الجميع المتسابقين اللي بقوا. نبارك لكم ما شاء الله البقاء. نتمنى ان الخطوه ذي اللي تمت اليوم انها تكون دافع لكم لنجاحات اكبر. نقول للشباب اللي طلعوا الله يوفقنا وياكم وجعل في كل امر يحصل لكم خير. بس ودي يا شباب تنقسمون لاي مجموعتين مختلفه عشان نتناقش على رواقه. ثلاثه تسد لحالكم ما ينفع. يا اما يجونكم ناس عليها الشحن. لا انتم تدري اني في غيابك حيله عالي. ايوه. وانقصر وصلك علي ماني طيب. ارحب. وتدري انك بين قلبي والمحالي وان قلبي ما يبي غيرك. تغيب انت بعيوني الاول من ثاني. يا سلام. كل عين لجل عينك التغيب. واحد اللي بين هالعالم خذاني. لو خذاني همي اللي به مشيب. انت حلمي انت تحقيق الاماني. ما يخيب الظن فيك ولا تخيب. يا تخيب. صح لسانك. صح لسانك. طيب يا شباب نعيد ونزيد بنقطه اتفق واختلف. عاد ما ادري يا كنترول راح يكون عليها درجات اليوم ولا لا؟ باقي كويس. طيب كروت معكم يا شباب كامله؟ اليوم نسيت كروت معذره. فرحانين فيكم وقعدتكم اليوم معنا. طيب ودنا بموال اول شيء قبل الله. مبطي مبطي عن مواويلكم يا شباب. ها ها يا سيف. والله بس نبي موال يسري قبل الفقره. بتال ما تعدى على اخوي. لا ولا انت عندك يا بتال. ما تعدى عليك ابو سالم. اسلم. ايه يا من هواه يا من هواه وعزه واذلني. كيف السبيل الى وصالك دلني. أنت الذي أنت الذي حلفتني وحلفت إنك لا تخون فخنتني. إيه إيه إيه. وحلفت إنك لا تمين عن الهوى. أين اليمين وأين ما عاهدتني. فلا قدن على الطريق واشتكي واقول مظلوما وانت ظلمتني. الله 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 الله. جبتها كذا صح. وين هذا الابداع يا اخو يا بتال؟ صح صوتك يا بتال. طيب عشان ما نتاخر بس وش هالورده؟ ما المشكله معطينك ورده وانت ورده. ناسيها انا. معطينك ورده وانت ورده. هذه مشكله ترى يا حبايبي. انتم ورود خلقتم على هيئه انسان. طيب اول نقطه راح نتفق ونختلف فيها. يقول لك القبول على الشاشه هبه وليست مهاره. القبول على الشاشه هبه وليست مهاره. القبول ان الشخص يقبل على الشاشه هذه هبه ما هي بمهاره. في ناس وفي ناس.
فلاح تتفق ناس وفي ناس. اتفق نعم اتفق، لان بدون ذكر اسماء طبعا. ايه في فيه بعض المقدمين في البرامج، في برامج كبيره معروفين على مستوى له اسمه ولا مهارته يعني كبيره، انا شخصيا ما اقبله. وفي بعض اقل منه مهاره سبحان الله مقبول، الله منزل فيه قبول. يا سلام يا سلام، يعني قصدك ان المهاره بامور ثانويه يعني ما لها دخل في القبول. نعم صحيح. طيب من اللي راح انت مختلف؟ سعود؟ سعود مختلف قبل شوي، ولا اقتنعت من كلامه وغيرت؟ لا انا اقتنعت بكلامه، لكن احس احيانا في ناس يقدرون يتصنعون علشان يجذب الكاميرا. يعني يتصنع في شيء ما هو قصد انه مثلا خف على اخوياه او شيء زي كذا، بس يتصنع في شيء يعتبر تصنع من ضمن المهاره. طيب يا شباب، ممكن في بعضهم تكون عنده مهاره كيف يجذب الكاميرا وكيف يكون مقبول؟ بالضبط هذا اللي يعني أنا... مثلا بسياسه حوار، بضبط نقاش، ممكن يكون مقبول بسبب المهاره ذي. سم اسمح لي اعطيك اياها، عطنا سريع سريع. يوم شنها من ربي، فاذا الكاميرا حبتها والناس حبوه خلاص، واذا شنيه لو انه يتزبط من اليوم لبكره والله نيشنونه. يا سلام، الحب من ربي ومشنا من ربي سبحانه. يا سلام يا سلام. في بعضهم يا شباب، في بعضهم يكون الشخص مثلا مثقف مطلع، هذا قبول على الشاشه اكثر من شخص الفارغ، هذه مهاره ولا قبول؟ لا اقول المثقف، الشخص المثقف المطلع لما يكون على الشاشه قبول على الشاشه ما راح يكون ما هو مثل الفارغ، هذه مهاره. طيب وجهات نظر. طيب النقطه الثانيه، اصدقائك هم من يصنعونك في البرنامج. كيف يعني انت بدون اصدقائك لا شيء؟ نعم في البرنامج. نعم اصدقائك هم من يصنعونك في البرنامج، كلكم متفقين؟ نبغى واحد مختلف، نبغى عنده وجهة نظر مختلفة، نبغى أمهات الأفكار. ليش تتفق؟ إيد واحدة ما تصفق. يا سلام، نهائياً بالمختصر أنا لقني الحالي ما بظهر، لازم معي خوياي وأصحابي أصدقائي عشان نتعاون ونظهر. طيب لنفترض أنك أنت لو أنك معتمد على أصدقائك 2 3 4 5 10 جاء نهاية البرنامج طلعوا مهل مقربين لك من أخوياك وبقيت أنت لحالك في الدائرة، تقدر تثبت نفسك؟ باقي معي رياجيل بثبت نفسي معهم. لا بس يعني مثلاً ما فيه عزز لك مثل فلان وفلان. حلو خلاص؟ أنت قادر تثبت نفسك بالشيء هذا ولا لا؟ إيه بس بيختلف موقف، كنا إيد واحدة. كيف؟ إذا حن إيد واحدة بنظهر نفس قبل، بس إذا في اختلافات مستحيل. طيب كنتوا كلكم متفقين على النقطة دي، ما في أحد مختلف. نعم ما في أحد يقدر يعني يقول أنا أقوم بنفسي حتى لو إن أخويا ضدي. مثلا برنامج فيه شخص واحد، البرنامج مستحيل ينجح أساسا. لا لا لا، ما هو قصة يعني هو ما هو أكيد إن المجموعة لابد يعني هي ما تغطي اللوكيشنات لحالك. طيب لكنك أنت كشخص نجاحك وصناعة كاريزماك اللي موجودة على الشاشة لابد تكون عن طريق أخوياك الثانيين، بتعزيزهم لك، بمدحهم لك. بعضهم يقول لا انا اصلا اللي عندي والمضمون اللي عندي ما طلب، لكن مرتفع من دون الشباب. ما طلب لكن مو بشيء اساسي، يعني انك ما تقوم الا به نجاح على العموم، بس كاريزماك تخصك. يا سلام يا سلام، يعني النجاح اصله مجموعه. شو اقول؟ النجاح اصله مجموعه. ايوه وبقوه. طيب يقول لك صديق مقرب، صديق مقرب خير من كثير بعيدين عنك. يعني تكتفي بصديق واحد ولا 100 شخص يعني كلهم للتسلي. عد عد. يعني ممكن انت تضحي بجميع العلاقات الموجوده اللي عندك بسبه الشخص هذا القريب معك مره. يعني ما يبي صحبه. عادي تبيع اغلب العلاقات عشان شخص واحد. ويشو؟ اقول عادي تبيع اغلب العلاقات الموجوده في حياتك عشان الشخص هذا. لا ماني بايعهم، بس الشخص هذا بيكفيني عنهم كلهم. هي نفسها يعني بس طريقه ابداليه. إيه نعم، هذا ما صار مقرب لي الا اني شايف في كل شيء وانه مغنيني عنهم كلهم. طيب ها يا شباب، في احد يختلف؟ كلكم متفقين؟ كل وش بكم اليوم ما شاء الله؟ احنا متفقين على راي واحد. انتم بعد ما بقيتم ما شاء الله. لا ترى في ناس معلقين الحين. لا مقيد ولا ممكن صدق عشان برايم ولا عشان تصفيات ولا ايش السالفه؟ ممكن ترى ممكن ندس على الوتر الحساس.
لا تستبعد اي شيء يحصل. خل هذا طيب يدوجي. اللي يمين بتال انت 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 اي تتفق ليش؟ والله يا خالد لا تغشش يا خالد. نخصم على خالد كم؟ 3000 شرب الغراب. اسلم افتح المايك يا سلطان. يا شد بلسانه. خلاص عفينا عنك، خليك حبيب ولا تغشش. سلطان سمعنا. سلطان افتح المايك عندك اول شيء. سلطان زاحف. شخص واحد عن 100 شخص. صديق المقرب يكفي عن 100 شخص. 200 شخص. الله. طيب. التنفيذ أهم من الفكرة. التنفيذ أهم من الفكرة. لو عندك فكرة. لو عندك فكرة وعندك تنفيذ لها. التنفيذ راح يكون أهم من الفكرة نفسها. كيف؟ التنفيذ أهم من الفكرة. موسى. الفكرة تكون مشتتة وغير التنفيذ عفوا. يا كنترول تكفون عطونا سبيكر بس عشان أسمع. التنفيذ بيكون ملخبط وغير منظم. الفكرة تكون منظمة بيكون التنفيذ بشكل صورة حسنة. أنت رأيك ناقض فكرتك اللي أنت قلتها. أنت تقول الفكرة إذا كانت منظمة وتنفيذها ما هو كويس صح ولا لا؟ لما تكون لا أنت تقول التنفيذ أهم من الفكرة. أهم لا الفكرة أهم. طيب ممكن تكون عندك فكرة جميلة جدا وأسطورية لكن تنفيذها سيء جدا. طيب أنفذ شيء عشوائي بدون فكرة. هو أكيد أن هذا هو هذه النقطة أن التنفيذ أهم من الفكرة. لا طيب من اللي يتفق؟ لا خطأ. دقيقة نبغى نغير بالنص. إيه إذا شخص مثلا خير بين أنه يجيب فكرة كويسة وتنفيذ سيء أو تنفيذ سيء وتنفيذ ممتاز وفكرة سيئة، الكثير بيختار التنفيذ. في التنفيذ أهم. أنت أحيانا يمكن تكون فكرتك جبارة بس تنفيذك سيء. أوكي ما يعني ما نختلف إن الفكرة هي أهم شيء. يعني أنا أعرف أمثلة كثيرة ما أبغى أروح وقت الفقرة، بس كانت مثلا الفكرة عنده صفر لكن لقيت قبول بين الناس بشكل مو طبيعي. ليش؟ تنفيذه كان جبار لها. يا سلام يا سلام. هذا أنا والله أتفق معك لأن كلامك يعني بمعنى كلامك وبصيغة يعني مختلفة ممكن أصنع شيء من لا شيء بسبب التنفيذ ممتاز. وممكن تكون عندي فكرة ممتازة جدا وجبارة لكن تنفيذها سيء. سم يا فالح. فلاح عند طال عمرك الشعار خاصة أحيانا تكون الفكرة عفوا التنفيذ جيد لكن يعني قصيدة يسوي قصيدة تنفيذها كويس موزونة مقفاة لكن فارغة ما في لا فكرة ولا في شيء. يعني أنا أتوقع أن الفكرة أهم. أزيد على كلامك أن في بعضهم مثلا تكون ممكن تكون قصيدة جميلة وأبياتها فيها من الحكمة قومة وقعدة لكن إلقائه لها مثلا ميت. صحيح. فهذا اللي موت القصيدة. صحيح. وحنا العكس. صحيح نعم. طيب طرى لي مثال بالريفة في بيتين لأبو نواس باختصار يقول أذنه يشترجي يقول لا إله إلا الله دارت بإبريقها والليل معتكر فلاح دارت بإبريقها والليل معتكر فلاح من وجهها في الكأس لألاء دارت على فتية دان الزمان لهم فما يصيبهم إلا بما شاءوا. البيتين تدخل الرأس طرب لكن لو تيجي كفكر هو تعدى على الذات الإلهية. أكيد 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 أكيد. أنت قصدك كفكر هذا مثال بس كفكر أبو نواس الفكرة نفسه. مدمورة أي الفكرة سيئة بس التنفيذ جبار ما في شك. طيب سؤال يهمنا كلنا يمكن حتى نتفق واختلف معكم فيه يقولك تعب الفلوس أهم من راحة النفوس. تعب الفلوس أهم من راحة النفوس. تعب الفلوس يعني لما تجمع فلوس وفيها تعب أهم من راحتك. يعني لو تخير ما بين أموال وفيها تعب أو راحة وفيها يعني قناعة فيقولك تعب الفلوس أهم من راحة النفوس. كلكم متفقين ما شاء الله. عويسي يختلف ما يحب الفلوس. عويسي ها إيش تقول يا عويسي؟ فلوس حق إيش تجمعها؟ ها إذا جمعت فلوس وايد ليش؟ عشان الراحة. السلام عليكم. بس ممتاز صلت. ها ممتاز. من اللي مختلف؟ أنت اختلفت صح؟ طيب من اللي يتفق؟ يا أنت
اي هند فلوس يا اقلبها وحطها انت دقيقه الصوت يا شباب تكفون سم عشان تكسب رزقك لازم تتعب النوم ما عمره جابك الدراهم نهائي يا سلام يا سلام طيب لا تخرب ورقه اول شيء عشان هذا من تعب الفلوس ايش هو؟ ورقه الورقه ورقه ابشر ايه طيب يعني انت قصدك اللي قاعد ما قالوا اللي ما دسم شاربه ما غبر شاربه ما دسم يا سلام ما نبغى واحد راي مختلف خالد نعم ايش تقول؟ اول شيء تتفق ولا تختلف؟ تتفق ولا تختلف؟ انا كنت اسال تعب الفلوس اهم من راحه النفوس سكر علينا هو صادق يوم يقول انا الحين اجمع الفلوس ليه؟ انا بقعد اجمع فلوس اجمع ليه؟ عشان ارتاح بعدين اللي يتعب في بدايته يرتاح في نهايته اي بس ما فهمت عليك انت متفق ولا مختلف على الحين؟ انت تتفق مع تعب الفلوس؟ الله الله يا سلام اتعب طيب. بعضهم يقول أتعب الراحه نصف القوت الراحه نصف القوت لا شوف 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 الراحه شوف نصف القوت الراحه نصف القوت عادل عادل ايش؟ عادل معليش على المقاطعة جمعك للفلوس وتعبك عليها لأجل وش؟ عشان راحتك لأجل انك ترتاح يعني انت كذا ولا كذا مرتاح حلو انت بس في تعب انت تبي ترتاح من دون فلوس ولا تبي تتعب وبعدين ترتاح بس دقيقة انت الحين في مجال الراحة العظمى اللي هي كثرة الأموال الراحة لابد الراحة عمرك ما تجمع لابد منها الراحة كلنا يبي الراحة طب وانت راح عمرك ما تجمع قروش ها هاي موسى يحفظنا وإياكم أمهاتكم يا رب دائما كانت تقول لي يا ولدي تعطيني دائما درس تقول لي تبي ترتاح يا ولدي وتتعب ولا تتعب وترتاح يا سلام لا قلت لها أتعب وأرتاح قال نخليك على هذا النهج يا سلام يا سلام طيب يقول اليوم بما أن فيه يعني إبراهيم وفيه بعض المتسابقين اللي ودعناهم يقول جلوسي في البرنامج أهم من بقاء ثلاثة متسابقين جلوسي في البرنامج أهم من بقاء ثلاثة متسابقين في بعضكم لا رفع اتفق يعني أنت لو خيرت بين جلوسك أنت أو خروج ثلاثة متسابقين بقائك أهم كلكم متفقين ليش تختلف؟ جلوسي أنا أفضل يعني أحب لي من بقاء ثلاثة متسابقين ايه اهم من البقاء ليش لا هذه انانيه مني تعتبر انانيه انت شو رجال يعني انا بقول لك انا بنافس واحد بس اني مثلا في اشخاص مثلا رابط مثلا مستقبله بقبوله هنا وانا نفس الطريقه مثلا رابط جزء مستقبلي بقبوله هنا بنافس واحد بس اكون سوا في قطر رزق ثلاثه ولا في أنا لا 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 بس شوف دقيقه لا ما اقنعتني اصلا انا ما اقنعتني الان دقيقه انت جاي عشان تعين الشباب الموجودين ولا عشان نفسك هي بالنهايه مسابقه يا شباب الصدق راحتي النفسيه خلتني اقول اختلف صراحه كيف ارتاح انا مع موضوع الاختلاف يعني انت عادي مثلا تضحي بنفسك عشان ثلاثه او اثنين يب انا اشوف انك رافع المنديل من بدري يا ايوه ها وش تقول انا اقول حق لكل واحد ينافس لكن انا مبدع على غيري يا سلام نعم انا جاي انافس مثل كل رجال جاي ينافس صح ولا لا وراي ناس وراي عرب يتعبون وراي يبوني اكسب ليش اتنازل واستسلم وانهزم البدايه لك اهل ولك محبين نعم. ولك متابعين هذا المركز الاول بالنهايه بياخذك كم واحد يا شباب لا 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 يعني ها هذه سياسه برنامج انه لا يعني طيب. لا يعني تهميش للباقيين بالضبط عطنا انت ابو لابس غتره كل جاي من بيته علشان يبغى مركز يا سلام نافس او عادي يعني انت تختلف على النقطه اللي قلتها قبل لا متفق عفوا انت تتفق انك ان بقائك انت اهم من ثلاث مسابقين نعم انا ما جيت من بيته الا علشان ادحم الرجيل واوصل للنهايه يا سلام يا سلام بتال تتفق ولا تختلف اتفق شيء ثاني نسال الله التوفيق للشباب كلهم اكيد انا نافس 39 ما نافس لا واحد ولا اثنين ولو تقول لو بقائك هنا يعني مثلا بدل الثلاثة أتمنى الثلاثة التوفيق بس لو أتكلم عن نفسي أنا عندي رسالة دخولي هنا من غير المحتوى اللي عندي عاد عندي رسالة أبغاها توصل إذا إن شاء الله وفقني ودخلت أكيد نشوف دخولي مهم لأن الرسالة دي أبو الناس توعون فيها أبغى أطلع اللي في خاطري
اطلعه في الواقع، لان الواقع راح تطرح على الناس كلهم. شيء ثاني نتمنى التوفيق للشباب كلهم. اعطيتك راي يمكن بعيد من الموضوع، بس دخولي مهم عشان الرساله. استطراد استطراد. طيب الله يعطيك العافيه يا بكان. يقول لك باقيين احنا الاجواء التنافسيه، يقول الاثر الطيب، الاثر الطيب اهم من المركز الاول. الاثر الطيب الباقي في البرنامج بعد خروجك اهم من المركز الاول. الاثر الطيب اهم من المركز الاول. المركز الاول كان فيه كنترول 200 ولا 300 ولا كم؟ 150 ظاهر. ها؟ طيب ها يا فلاح، انا طال عمرك اقول ان اللي بياخذ المركز الاول طال عمرك بيترك اثر ايجابي، لانه صح انه بيدعم ماديا، ولكن ما هو بمخليه ياخذ الاول، لانه ابدع في مجاله وسوى مبادرات وسوى امور طيبه، وهذه بحد ذاتها اثر. يعني قصدك انت انه ما راح احد ياخذ المركز الاول، هو قد جمع من الاثر الطيب شوي. نعم، اللي بياخذ الاول اكيد انه ترك اثر طيب. تتفق؟ ها وليش؟ الاثر الطيب والسمعه الطيبه خير من الدراهم ومن كل شيء. يا سلام يا سلام، لما عرفوني بطيبي دراهم بتجي. طيب يعني انت تقول ما عندك مشكله تقدر تنازل عن المركز الاول بس بالسمعه الطيبه. هي ما هي كذا، انا جاي اشارك اكيد اني ابغى مركز، لكن تخيرني بين السمعة الطيبة ولا بالمركز، أكيد السمعة الطيبة. طيب ممكن تأخذ المركز الأول على قولة فلاح. طيب عادي، بس للحين أنت ما قلت تأخذ هذنتين، أنت هي. حطيت خيارين. يا سلام، يعني لازم تختار. طيب موسى، أول شيء متى بتزرع البن؟ خلاص أنت الحين قعدت. أنت من ذاك اليوم تقول قهوة ومدري شلون وحط بن ومدري كيف، بس خلوني أبقى. ها بقيت الحين أسري. طيب إيش تقول؟ الأثر الطيب يعود لسؤالك الأول اللي هو محبة الناس، المحبة والقبول وضع لك أثر، وهذا هو النتيجة. كسبت الأثر أمام المحبة من الجمهور والناس، أما المال بيروح. هو بالنهاية يا شباب وأنتم يعني على دراية أن راح يبقى لكم بعد هالبرنامج بسنوات الإرث اللي تتركونها الأيام هذه. بس الله يوفقنا وياك. طيب يقول التعامل مع الأشخاص السيئين، التعامل مع الأشخاص السيئين هو من ينمي عقلك. سيف وش تقول؟ تختلف. ايه ها جويعان سيف. ايه لأن بضرب لك مثل التفاحات الناجحة والتفاحة الخربانة تدمر المجتمع. فالصاحب ساحب، أنا أمشي مع واحد سيء ما أنا برايح أتعلم منه، بصير نفسه وردة. بس أنت ممكن تشوف الصفة السيئة بالشخص السيء هذا إيه؟ وتلاحظها لأنك أنت ملامسة في الجهة المقابلة وتتجنبها وتنمي عقلك. يعني مثلا الكلام اللي مثلا كلام بالناس حلو، أنت تلاحظ أنه يعني سيء وتشوف أن حتى شكله ما هو بزين ومهرج بالناس، وأنت تكتسب الشيء هذا وتلاحظه وتترك الشيء هذا. كيف يعني؟ ترى يعني السرد الواجد يتنح عقلك. طب أنا بقولك حاجة، يعني انت اذا لاحظت شيء سيء بفلان اللي قدامك او اي شخص اللي تعرفه بتتجنبه، تتجنبه، فهذا شيء ينمي عقلك اذا انت خويت الاشخاص هذول. لا بس انت قلت ذكرت السيئين. ان شاء طيب الله ما انت الحين تختلف صح؟ ايه منو اللي يتفق؟ انا ابغى ناس ما شاركوا. تتفق. يقول لك التعامل مع الاشخاص السيئين من هو من ينمي عقلك. اي صح، يمكن انا في اشياء اجهلها في السوق. يا سلام، فاعرفها من الشخص السيء هذه واتجنبها تنمي عقلي. حلوين. ها نبغى وجهه نظر مختلفه. صح سعود، احيانا لما تطيح انت في موقف هنا تتعلم، فعشان كذا احيانا الاشخاص يمشون مع ناس سيئين فيطيح في موقف ويتعلم بعدها. هو يقال ايضا ان كل شخص في هذه الحياه ممكن الاستفادة منه، حتى الشخص السيء استفاد بضرب المثل ولا. طيب آخر نقطة، آخر نقطة يقول حب الطفولة ثابت والباقي متغير. ثابت والباقي متغير. حب الطفولة، حب الطفولة ثابت والباقي متغير. سم أمرني سم. ها
كل شيء في الدنيا ماضي يبقى ماضي، وحب الطفولة ولا الأشياء اللي في الطفولة عادي تقدر تعوضها في شبابك ومراحل القادمة في عمرك، حتى على طاري حب وما حب الأشياء كلها تتعوض، يعني كل شيء له فرصة. بس يقول لك اللي ما له تاريخ ما له حاضر. الله وجهة نظر يجوز فيها الاتفاق والاختلاف. أنا عني يعني أنت تشوف إن كل شيء من إلى قبل الدقيقة اللي راحت تو كله يعني ممكن يتعوض بأي شيء يحصل. الله عادي يتعوض حتى الأشخاص العزيزين. ويعني ما أهم شيء ما تشخصونها إن مع الشباب. لا لا عادي عادي حتى الأشخاص العزيزين. لا تحس من السؤال ملغم يعني هالدرجة. حتى الأشخاص العزيزي. أو شيء أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح شخبارك عساك بخير طيبين. أسلم تتفق أنت؟ أتفق. أي شيء لازمك في طفولتك يبقى معك راسخ إلين عاد تموت ولا أي شيء. له جماليته له طقوسه. أي. لا كل شيء. فأنا أتفق أن حب الطفولة هو أجمل شيء. نبغى سم بسيطة. الشيء في الطفولة يجي بصدق ما يتغير حتى مع الوقت. إذا حبيت شيء ثاني تبقى من آثار الحب الأول حتى لو الأشياء اللي تعلمتها. يقول أبو تمام نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه باق لأول منزل. منزلي الله. وغير كذا شريان إيش يقول؟ يقول حب الطفولة ما تغير هالأيام. وصدق شعور الحب حب الطفولة. يا سلام يا سلام. هاي شباب أحد عنده وجه سم ها أبو تفضل. بنجيكم كلكم أنتوا يا أنت وشي تتفق ولا تختلف؟ ولا أول ولا تالي. يعني ثابت حتى لو حصلت بدائل. صح. حتى لو حصلت بدائل على مر الأيام لكن الثابت ثابت وله ذكرياته وله جماليته. الله الله يا سلام عليك. ممتاز. ها؟ السؤال الآن ما وصلك. يقول لك حب الطفولة ثابت والباقي متغير. ما في شيء ثابت في الدنيا دي. حتى حب الوالدين ما في شيء ثابت متغير كل شيء. حتى حب الوالدين. حب الوالدين ما له دخل في الطفوله ولا في حب الوالدين. وصاب النبي ديننا كله على حب الوالدين. حتى الاحسان لذوي القربى موصل من النبي. اذا هذه صله قرابه على جنب زاد هي. ها انا ادري والديك هذا غصب عليك والله من هنا انهم عرفوني بهالحياه. يا سلام. يعني ما كانوا بس يدرسونا لا يعلمونا أمثلة قاعدة تصير بالحياة وليومك نحبهم والسبب الحب الصادق. يا سلام. طيب إلى هنا نختم فقرتنا أتفق واختلف معها الوجهة الطيبة ونعيد ونزيد نبارك لهم في بقائهم وحبهم ثابت في البرنامج. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى التوفيق للأشخاص اللي يطلعوا من اليوم. والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. أخذنا من وقتكم لعله كان وقت ممتع وما طولنا عليكم. يعطيكم العافية يا شباب. سم والله جميل.